هي مبادرة إنسانية لا يخلف لها موعد، الحملة الوطنية للتضامن، تضامن يحرص جلالة الملك محمد السادس على أن يكون لبنة أساسية للقيم الإنسانية النبيلة للمغرب. ومن مدينة مكناس يعطي جلالة الملك انطلاق الحملة الوطنية للتضامن في عامها السادس عشر، حملة تحمل شعار لنتحد ضد الحاجة، والهدف من الحملة جمع التبرعات من أجل غايات نبيلة. هذه الأموال التي ستستخدم في تمويل المشاريع الاجتماعية عبر التراب الوطني، وكذلك ستستعمل في وضع وتنفيذ مجموعة خطط عمل غايتها تحقيق حاجيات الساكنة المستهدفة والمتواجدة في وضعية صعبة. الحملة تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن من التاسع إلى السابع عشر من نوفمبر، وعين المؤسسة على مساعدة كل حامل مشروع ببعد تنموي اجتماعي. هذا الهبة نحاولوا، حيت عندنا إمكانيات ديال الترونسبور ما عندناش، نحاولوا نديروا الترونسبور، وعندنا مؤطرين حتى هما خصهم الخلاص ديالهم. هذه المبادرة تنستحسنوها وتنشكروا سيدنا عليها، ويعني وهي واحد الحافز لنا أننا نزيدوا القدام. دعم العمل ديال الجمعية، وكذلك هي كإشارة قوية لدعم الجمعيات المجتمع المدني بفاس وكذلك المستوى الوطني، وتجديد الروابط بين المؤسسات محمد الخامس للتضامن وجمعيات المجتمع المدني. حصيلة 16 سنة من العمل الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن هي تعميم ثقافة التضامن وتحقيق أرقام مهمة، 4 ملايين مستفيد وأزيد من 4 ملايير درهم من الإنجازات والالتزامات، وإحداث أزيد من 640 مركزا اجتماعيا لفائدة الأطفال والمعاقين والنساء والشباب. نتائج حققت بفضل حرص وانخراط جلالة الملك محمد السادس داخل مؤسسة أصبحت علامة فارقة في مجال التضامن. في حرف البناء بالعاصمة الإسماعيلية هو ورش آخر من أورش مؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامية إلى بناء مستقبل الشباب. جلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين هذا المركز لتعطى انطلاقة تكوين 1000 طالب وطالبة بجهة مكناس تفيلات، مركز انطلق من مبدأ هام ترتكز عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، هو التكوين باعتباره يعبد الطريق نحو إدماج الشباب في المجال السوسيو مهني. من خلال هذا المنظور يأتي مركز التكوين في قطاع البناء والموجه خاصة لشباب منطقة مكناس إلى تكوين هذه الشريحة المهمة من المجتمع في هذا المجال، وبالتالي الرفع من قابلية توظيفهم في نفس المجال. مركز التكوين في حرف البناء أنجز بمبلغ قدر بأزيد من 19 مليون درهم، هو ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى المجلس الجماعي والإقليمي. بالنسبة لهذه التكوينات اللي غادا تكون الفترة ديالها كتراوح ما بين 3 أشهر وسنتين، تكوينات اللي غادي تكون كدار داخل المؤسسة وفي المقاولة. 9 شعب تمكن المتدربين من تكوينات في مهن البناء والأشغال العمومية، 40% من المستفيدين إناث. مهنة البناء يعني مهنة ما مخصصش الدراري بوحديتهم، هي فيها دراري وبنات بالنسبة على حسب شاك فيليغ وشنو فيها. بالنسبة لفيليغ دو ديسان دو باشيمون هي فيها أول حاجة فيها أفاق كثيرة، المعهد متواجد بمدينة مكناس يعني يحتم جهة القرب أنه قريب ليا، وفر لي يعني داكشي اللي أنا كنت باغية، وبليس كوسا كاين أفاق الخدمة كبيرة. وهاد الآليات مهمين بزاف، لحقاش هاد الآليات هما اللي تلقاوني في سوق الشغل، لا ميم شوز تلقاها في سوق الشغل. سيتادي تندير لهم واحد المحاكاة، اون سيميلاسيون ديال سو كي سو في إيسي في هاد المحرف ديالنا، هو اللي كيدار عند المهندسين المعماريين. هو إذن ورش مفتوح على مصراعيه لتكوين الشباب، ورش بني على فلسفة مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تقوم على وضع اليد في اليد من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي والمهني في أجمل صوره.